لا يقف العمر حاجزا بينه وبين المقاومة، فمحافظة لا تشيخ ولا تعرف الكهولة طريقا إليها رغم كل ما حدث ويحدث بها. بالتأكيد لن يشيخ أبناؤها ويعجزون عن العطاء بكافة مراحل أعمارهم المختلفة. فالمقاومة فعل لا يقتصر على الشباب فقط، أو على الأقل هذا ما يؤكده المقاومون في محافظة تعز، والتي تتنقل المعارك فيها بين مدينتها والريف، حيث تحرص ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدم استثناء شبر فيها من قذائفها ورصاصاتها الجالبة للموت والدمار. آخر الأخبار القادمة من تعز تقول بأنه وبعد مدة زمنية قصيرة على سيطرة المقاومة على منطقة الشقب الواقعة في أطراف جبل صبر من الجهة الجنوبية الشرقية، تمكن الحوثيون من إعادتها إليهم. أما عن أهمية منطقة الشقب ففيها عدد كبير من التباب والقرى المطلة على الطريق الممتد بين دمنة خدير والمسراخ، وتعتبر أيضا طريقا رئيسيا يربط تعز بمدينة عدن، ما يعني تمكين من ينجح بالسيطرة عليها من تأمين الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة تعز بشكل كامل. في الجهة الغربية تحديدا بمديرية الصلو أكثر الجبهات اشتعالا في الوقت الحالي بريف تعز، نجحت الميليشيا أيضا في إعادة السيطرة على منطقة الصيرتين بعد وقت قصير من إعلان الجيش السيطرة عليها، ما ينبئ بخطر كبير تعاني منه المقاومة، وذلك بعدم قدرتها في كثير من الأحيان المحافظة على مكاسبها العسكرية في الأرض أو تعزيزها. لم تقتصر يد القتلة في إطباق القبضة على منافذ المدينة وجهاتها الأربع، بل امتدت إلى الريف الهادئ والآمن، فتحول منذ أشهر إلى ساحة حرب مفتوحة، حرب أكلت الأخضر واليابس وتسببت بموجات نزوح وتداعيات إنسانية فظيعة يصعب معالجتها. لا غذاء ولا دواء إلا ما تسرب عبر الطرق الوعرة والهامشية وفي خفية عن عيون الميليشيا المنتشرة على خطوط القرى والعزل، حتى جهود الإغاثة تتقاطر بشكل شحيح ودون المستوى المطلوب مقابل حجم الاحتياجات. إذن تدخل محافظة تعز بريفها وحضرها معا وبشكل كامل تحت طائلة آلة الحرب الحوثية الممتدة من أقصاها لأقصاها، ولا يبدو بأن هناك تغييرا كبيرا في المشهد المعتاد بسير المعارك بالرغم من وصولها لكل شبر في تعز.